مشكلة ليه التعديلات دي؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، الإخوة يسألون عن التعديلات الدستورية، هل نساهم ندلي بأصواتنا فيها أو نعتزلها؟ هذه المسألة طرحت في مجلس مع إخواني وفقهم الله، عدد من أهل العلم منهم الشيخ محمد حسان والشيخ جمال المراكبي والشيخ عبد الله شاكر ومجموعة من الإخوة، فحدث تجاذب بعض الشيء في هذه المسألة، فكان أمامنا ثلاث خيارات هي أمامكم. أولا أن نعتزل هذه الأشياء التعديلات الدستورية، أو نذهب ونقول لا، أو نذهب ونقول نعم. أظن ليس شيء رابع، إما أن نعتزلها من الأصل ونمكث في بيوتنا، أو أننا نذهب ونقول نعم مع ما فيها من سلبيات، أو نذهب ونقول لا. فكل بدأ يبدي بعض وجهات النظر في الاعتزال، أو قول نعم أو قول لا. فالذين قالوا لا، قيل هذا مراد العلمانيين والديمقراطيين، لأنهم يريدون إجهاض هذه التعديلات لتعديلات أخرى تتضمن محو المادة الثانية من الدستور، ودائبون ليل نهار الآن للتشجيع على مظاهرة من أجل عدم الاستفتاء على هذه المواد وإلغاء هذه المواد. فقولنا لا معناه أننا نؤازرهم مؤازرة قد تؤول إلى إسقاط المادة الثانية. القول بنعم أو القول بإسقاط الصوت تقوية أيضا لمن؟ للمبطلين. القول بنعم فيها سلبيات أيضا، يعني في بعض بنود الدستور بلا شك عدد من السلبيات، لكن كانت الفتوى بالذهاب من باب اختيار أخف الأضرار، يعني إذا تزاحمت علينا المفاسد وسأقع لزاما في واحدة أختار إذن أخف المفسدتين. وعندنا لذلك عدة أدلة من كتاب الله ومن سنة رسول الله. عندنا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها. أنا بين أمرين، إما أن تخرق السفينة، وإما أن تصادر ويغتصبها الملك، كلاهما ضرر على من؟ على أصحابها. فاختار الخضر أن يخرق السفينة حتى لا تصادر من قبل الملك. كذلك الغلام الذي قتله الخضر، إما إذا عاش سيرهق أبويه طغيانا وكفرا، أو يموت والله يبدلهما خيرا منه ويحافظ على إيمان أبويه. فكان الاختيار بإذن الله وبأمر الله قتل هذا الغلام. ثالثا عندنا المرأة التي تخشى ألا تؤدي لزوجها حقه، تخشى ألا تقيم حدود الله، بين ضررين، إما أنها تبقى دينها متضرر أو تفتدي نفسها بالمهر وأيضا مالها متضرر. يعني هي بين أمرين، إما فقدان المال أو فقدان الدين. فاختار الله لها أن تضحي ببعض مالها إن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. فكان الجواب منصبا على هذا، ليس المعنى أن هناك سلامة مطلقة. وأكرر أن هذه القواعد سنحتاج إليها مرارا في الأزمنة القادمة، قواعد الموازنات، موازنات أخف الأضرار. إما أنك تفتي بالاعتزال مطلقا، أو أنك توازن بين أخف الأضرار فهذه القواعد سيحتاج إليها
مع عمات الشريعة في المرحلة المقبلة في مواطن كثيرة، بل هي ملازمة لنا حتى في بيوتنا. أحيانا أنت ترى ابنك يخطئ وتريد أن تضربه، لكن أحيانا تفكر ممكن أضرب الولد، الولد عنيد ومن صفاته العند، ممكن يهرب ويترك البيت ولا يأتيني أبدا. فأنت أحيانا تقول أتركه مع هذا الخطأ اليسير حفاظا عليه من ماذا؟ من أن يمشي بعيدا ولا أدري ماذا يصنع. فقواعد أخف الأضرار معمول بها يعني قتل المنافقين. لماذا امتنع رسول الله عن قتل أهل النفاق قائلا لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. وإن رمنا الاستدلالات على هذه القاعدة سنجد أدلة لا حصر لها من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إباحة الميت، يعني بفاضل بين أمرين، إما الموت وإما أكل الميت، كلاهما ضرر، لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة والميتة حرام، فاخترنا ماذا؟ اخترنا أكل الميتة، صح؟ هذا فيما يتعلق بالدساتير. فليس معنى القول بأنك تذهب تدلي بصوتك بنعم أننا نقر الدستور بكل ما فيه، ليس هذا المعنى أبدا، بل المعنى اختيار أخف الأضرار، والله أعلم. تفضل. أنا أقول لك هذا رأيي مع إخواني، يعني الآن في من فضل الله تعالى، الآن من فضل الله يعني خطوة إيجابية استفدناها في الأزمة الأخيرة والحمد لله عليها، محاولة تجميع أكبر قدر من الدعاء والاتجاهات الداعية إلى الله، والحمد لله قطع في هذا الصدد شوط كبير في تجميع الدعاء إلى الله، والخطى تسير سيرا حسيسا من فضل الله تعالى. يعني من فضل الله أن إخواننا الدعاء إلى الله الذين كان بين كثير منهم تشاحنات بدأوا في التعقل وتفهم الأوضاع التي نعيشها، تفهم الأوضاع التي نعيشها. فحتى إذا كان واحد يرى رأيا مثلا ويرى إخوانه الأغلبية على رأي، أحيانا حتى هو يقول يعني رأي الأغلب ينقل رأي الأغلب، وإن كان عنده بعض التحفظ على بعض الجزئيات، حتى نظهر بصورة طيبة، اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. نعم، نزل بيان. نعم، لا أنا ماليش موقع الآن خربان، لكن في نزل بيان على قناة الرحمة وعلى غيري من القنوات. قلنا عليه اسم؟ لا ليس عليه. مسألة ينبغي أن يفهم أن هذه مسألة من مسائل الاجتهاد، لكن هذا الذي غلب على رأي الإخوة، يعني أما تعتزل اعتزل، يعني لا يستنفذ الجهد في ماذا؟ في الخلافات وفي الجزئيات. يعني كان الأول مثلا قبل هذه الأحداث ممكن شخص يقول ندخل الانتخابات وآخر يقول لا ندخل، وتنشأ حروبا طاحنة تشتت جهد المسلمين. اجعل لها قدرا معينا الآن كسائر المسائل، ما لم تعجبك الفتية فيها خلاص، لكن لا تنشئ خلافا ولا تضيع وقتا في جدل، واحرص على ما ينفعك كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. ما حكم صبغ حواجب المرأة المنتقبة؟ أسئلة ذات اليمين وذات. إذا كانت تصبغ لزوجها أو في بيتها لا مانع من ذلك، أما إذا كانت تتبرج بذلك لأجنبي أو تغش بذلك خاطبا فلا يجوز، والله أعلم. الدليل على الأول، قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، فهذا أصل في أن الزينة حلال إلا ما ورد دليل بتحريمه. أما الحاضر الأول فلقوله ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، الثاني الله لا يحب الفساد،
والثالث من غشنا فليس منا. التشقير ليس نمصا، أنا سألت عن الصبغ الآن، يعني إذا زوجتك الآن عملت لك بقلم كحلة على حجبات حرام؟ لا خلاص. هل يجوز المسح على الطاقية؟ الطاقية التي تغطي الرأس تغطية محكمة يجوز المسح عليها لأن بمنزلة الأمام. الطاقية التي هي نصف كقبعة هو يجوز إذا مسحت شيئا من الناصية وأتممت عليها، لأن الجمهور على أن المسح على بعض الرأس يجزئ. نعم، ما هو إذا جوزت مرة جوز كل مرة. ما أول وقت وآخره لصلاة الضحى؟ أوله ارتفاع الشمس بقدر رمح، وفي رواية الرمحين، يعني 10 دقائق إلى ربع ساعة بعد الشروق المثبت في التقويم، ونهايته قبل الظهر بنفس هذا المقدار على التقريب، وإن احتط فاترك قبل صلاة الظهر بنصف إلى ثلث ساعة. أفضلها حين ترمد الفصال، يعني حين تكون الشمس مشتدة الساعة 9 العاشرة. شاب تزوج من بضعة أيام فوجد زوجته وهي حائضا فتمالك نفسه يومين، وفي الثالث لم يتمالك فجامعها بعد انقطاع الدم وقبل أن تطهر. عليه شيء؟ هو آثم، لأن الجمهور اعتمدوا قيدين، يسألونك عن المحيض قل هو أذى، فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، يعني حتى ينقطع عنهن الدم، دم الحيض. فإذا تطهرن، أي فإذا اغتسلن، فمجرد الجفاف الذي هو علامة الطهر أو القصة البيضاء لا يجزئ ولا يسوغ لك الجماع إلا بعد أن تغتسل، لقوله فإذا تطهرن. خالف في ذلك الظاهرية وتبعهم بعض علمائنا الأفاضل المعاصرين، وقالوا يجوز بعد انقطاع الدم وقبل الغسل، والآية حجة عليهم ورأي الجمهور أسد. على كل، عليك أن تستغفر الله وأن تعمل عملا صالحا من باب إن الحسنات يذهبن السيئات، وأيضا باب إن الحسنات يذهبن السيئات. سبق وابوين أن من منهج بعض العلماء كابن عباس رضي الله عنهما في مسائل الكفارات، هناك جنايات ترتكب أو مآثم ترتكب أو محاذير ترتكب، ليس هناك نص بقدر الكفارة، بقدر ماذا؟ الكفارة. لكن ينظر ابن عباس في إفتاءاته إلى الموازنات، مثل يعني ينظر مثلا من أتى امرأته وهي حائط، الخبر الوارد عن رسول الله ضعيف، لكن ينظر إلى حسنات إذا وضعت في ميزان الحسنات تكافئ السيئة التي فعلت، من باب إن الحسنات يذهبن السيئات، من باب نضع الموازين القسط ليوم القيامة. إذا خرجنا الليلة بثلاثة أمور حتى تكون تستحضرها في الإفتاء، هي مسألة رفع الحرج عن أمة محمد والضرورات، ثانيا المصالح والمفاسد، ثالثا تقدير حجم الجرم ومن ثم حجم الكفارة. يعني مثلا على سبيل المثال، رجل جلس ينظر إلى امرأة نظرا شديدا ويدقق ويراجع، جاء يستفتي ماذا أصنع، يقول أنا متضرر وقلبي فيه بعض الشيء ومظلم بعض الشيء، كيف أصنع؟ أنا ما عندي نص أن الذي نظر وأمعن النظر يفعل شيء معين غير الاستغفار، لكن إذا أنا أفتيته قلت له يا أخي أنت الله موسع عليك، قال نعم، طيب حالك طيب وكويس، روح صدق ب20 جنيه ب30 جنيه. ليس عندي نص إلا نص عام، وهو إن الحسنات يذهبن
السيئات. فلا يأتي شخص يقول لماذا أفتيته، إيش دليلك على 20 جنيه، أنت رجل تفتري، يعني مش كده تقدير. لماذا قد أقول له صم يوم، قد أقول له يا أخي إذا بتوضأ وصلي ركعتين، فهي من باب إن الحسنات يذهبن السيئات. هذا في المسائل التي ليس عليها نص، أما إذا كانت مسألة عليها نص في تحديد الكفارة، صيام 3 أيام، طعام 10 مساكين إلى غير ذلك، فلا يعدل بالطبع عن النص. يقول صمت يوما نافلة فجامعت زوجتي فأفطرت، ماذا أصنع؟ خلاص أفطرت لا شيء عليك ما دام نفلا. يسأل عن هل لكم كتاب في فقه السنة؟ معي تحقيق كتاب فقه السنة للشيخ سيد سابق، إن شاء الله عن قريب جدا يخرج محققا بمشيئة الله، معلقا عليه أيضا. حديث فتنة الأحلاس حديث ضعيف، حديث تحت كل شعر جنابة لا يصح. قل إنه طالب في الجامعة، في بعض الأحيان يكون معاد المحاضرة في وقت الصلاة، ماذا يصنع؟ إذا كان وقت المحاضرة في وقت الصلاة، وقت المحاضرة، إذا كانت المحاضرة ستستحوذ على الوقت كله حتى تخرج الظهر إلى العصر أو العصر إلى المغرب، فاستأذن واخرج. لكن إذا أخرتك المحاضرة عن أول الوقت شيئا ما فهذا جائز، والله أعلم أن تنتظر. يقول زوج عمته يبلغ من العمر 67 عاما، صرح أنه قد ياني، قد حاول أبي رده عن معتقده ولكنه رفض. سألنا قيل لنا بالتفرقة بينه وبين عمتي، ترك المنزل وذهب إلى شقة أخرى، ثم دعت عمتي للعودة والسكن معنا في العمارة. طيب ما السؤال يعني؟ تعللت أنه رجل مسن، تتعلل أنها ضعيفة الإيمان أيضا، لا يحل لها إذا كان كافرا ويقول بأن هناك نبي بعد النبي محمد يكون كافرا ولا يحل البقاء معه. نعم مش فاهم أنا، سامع. رجل قال لزوجته أنت طالق بالثلاثة، وبعد قليل قال أنت طالق، ليس بينهما رجع كلها على ما أختاره من أقوال العلماء تطليقة واحدة. شخص يمتلك محل للأطعمة يقدم فيها لحم خنزير، طعام به لحم خنزير، وآخر بدون لحم خنزير، لكن الطالب يكون داخل فيه لحم خنزير، مش فاهم السؤال. لا تشتغل عنده إذا كنت تسأل عن الشغل، وإذا كنت تشتري ذا بيشتري من مكان آخر زجرا له. يعني هو الذي يسأل، يعني هو يسأل عن بيع طعام فيه لحم خنزير للنصارى، لا يجوز، لا يجوز. ولو يغير، يغير، لا، إذا تاب تاب الله عليه ويكثر من الصدقة، إذا تاب تاب الله عليه ويكثر من التصدق، يكثر من التصدق. يقول عريس جديد، الصواب عروس للرجل والمرأة، حدثت مشاكل بينه وبين زوجتي، طلبت الطلاق، حاولت الصلح لم تنجح المحاولات، قضية، القضية للحقوق لا بد فيها من سماع الطرفين لأمر. هل طلب المرأة للطلاق داخل تحت الخلع أو داخل تحت الطلاق المسبب؟ فلا بد من استماع الطرفين حتى يصدر الحكم، يصدر الحكم هل هو طلاق مسبب. إذا كان طلاقا مسببا حينئذ ستأخذ المرأة كافة حقوقها كمطلقة، إذا كان خلعا وليس هناك سبب وجيه داعي للطلاق في هذه الحالة سترد إليه حقوقه. يقول لحقت ركعتين دون خطبة الجمعة، هل تحسب لي جمعة؟ محسوبة إن شاء الله، لكن أجرك أقل. هل الأكل يكون عورة إذا كان في الشارع؟
ليس بعورة لكنه من خوارم المروءة في بعض البلاد. يعني ممكن في القاهرة ما فيش مشكلة انك تشتري سندوتش وتاكل على محطة القطار، لكن ان جيت في القرية عندنا هيقول لك انت يا رجل مختل مخروم المروءة، صح كده؟ يعني في القرية عندنا اذا رجل عاقل من امثالكم مشي في الشارع ياكل يقولون لا هذا مخروم المروءة، مش حرام لكن ايه تسقط من اعين الناس، يقولون لك ها هيبته تقل، هيبته تقل. يعني انت جيت لبست سروال طويل وفانيلا، فانيلا اللي هي البيضه اللي تحت، حلال ولا حرام؟ يعني العوره مستوره او ليست مستوره؟ لكن اذا مشيت بهذه الطريقه في القريه في وسط الناس يقول لك هذا لا احد يزوجك ولا احد الا مختل مثلك. ففي شيء اسمه خوارم المروءه. هل يصلح انت كلمتني كثير ان فاضل مثلك تاتي بايس كريم وتلحس في الشارع؟ طبعا مش حرام، لكن ماذا تنم عن خلل في العقل، عن خارم من خارم المروءه. واحده بواحده لا اسكت عنها. ده خلاص انت عايز يسأل عن خدمة المرأة لزوجها مستحبة او واجبة؟ عند الجمهور على الاستحباب، عند الجمهور على الاستحباب. التفصيل في ذلك يأتي في وقت، لان الأدلة فيه للطرفين كثيرة، فان شاء الله يأتي في وقت اخر. لكن يستحب ليس معناه انها تترك الخدمة، يستحب لا يعني انها، بس كل شيء له قدر، كل شيء جعل الله له قدرا. الأحاديث الواردة في الأذان في أذن المولود ضعيفة الإسناد، ما حكم أكل الضفدع؟ نهى الرسول عن قتله، فمن ثم قال بعض العلماء بتحريم أكله لأن الرسول نهى عن قتله. النزاع قائم في أكل الضفدع. حجة المانعين أن النبي نهى عن قتله، قالوا فما دام نهى عن قتله إذن من ثم ينهى عن أكله، لكن لم يقنع البعض بهذا فقالوا بجواز الأكل، والله أعلم. ما حكم أكل أنثى الفيل؟ مش عارف الإخوة، ما هي الأسئلة أحيانا يعني تبين لك تفكير الناس، تفكير الناس يعني مدى، يعني مش أنت لوحدك يعني. نعم ضرورة. عذرا الأسئلة طويلة فأنا بنتقي بس. يعني الإخوة يسألون ما الذي ينبغي أن يتناول في المحاضرات والدروس في هذه الأيام؟ ينبغي أن تتناول المحاضرات الدالة على المبينة لمحاسن الإسلام، لأن الناس جهلوا محاسن الإسلام كثيرا، فمن ثم وكما قال تعالى في كتابه الكريم بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون. إخوة يسألون عن الانتخابات والأحزاب، الإجابة عليها في الدرس القادم إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.